هو اسمه شارع طلعت حرب وميدان طلعت حرب، ولا شارع سليمان باشا وميدان سليمان باشا؟ تعال نقول لك الحكاية من أولها. سنة 1815 محمد علي حاول يعمل أول جيش نظامي في مصر، لكن محمد علي كان عنده جنود تراكوة وشرقس وألبان، وكلهم كانوا معترضين على الفكرة ومش حابين فكرة الجيش النظامي أصلا، وأصروا على محمد علي لدرجة أنه كان هيموت وكانوا هيقتلوه في الوقت ده. محمد علي هدي 5 سنين، وسنة 1820 جاله أحد ضباط نابليون كان اسمه الكولونيل سييف. كولونيل سييف عرض على محمد علي باشا أنه يساعده في إنشاء أول جيش مصري. محمد علي باشا قال له روح أسوان، وبعت معاه إبراهيم باشا، وبعت معاه 500 شاب، في ناس بتقول 500 وناس بتقول 1000، من أبناء المماليك اللي كان محمد علي قتلهم في القلعة، فكانوا أولاده موجودين عنده، فأخدهم ووداهم أسوان. بعد 3 سنين كان عمل مدرسة الضباط دي، بعد 3 سنين جاله وقال له ان احنا قدرنا ان احنا نكون جيش جيد جدا. فمحمد علي فكر بقى ايه في الوقت ده؟ في فكرة التجنيد الاجباري. المصريين كانوا رافضين وقاوموا ده بشكل كبير جدا، ومش قابلين فكرة الجيش، وقابلين ولا فكرة التطوع ولا التجنيد، لان الفكرة دي ما كانتش موجودة اصلا في مصر، يمكن اخر شيء كانت ايام الفراعنة، فالموضوع كان صعب جدا. فبدأ بالفلاحين والصعايدة، اعجب بيهم جدا الكولونيل سييف، وقال له ان هم شجعان وانهم ملتزمين جدا، وانهم حتى في معركة كونيا في اليونان فضلوا لساعات طويلة جدا على خط النار، لا كلل ولا ملل، وما فيش تراجع، وعندهم ارادة وعزيمة كبيرة جدا. وفضل الكولونيل سييف على رأس الجيش الى ان توفى محمد علي باشا وتوفى ابراهيم باشا، وفي عهد سعيد باشا اعلن اسلامه وغير اسمه من كولونيل سييف الى سليمان باشا الفرنساوي. سليمان باشا الفرنساوي اتزوج مصرية وفضل عايش في مصر. اتعمل له تمثال جميل جدا، اتحط في وسط البلد في شارع سليمان وميدان سليمان، الى ان جاءت ثورة يوليو واطاحت بالتمثال، وتغير اسم الشارع من شارع سليمان الى شارع طلعت حرب، الى انه لحد النهاردة في ناس بتقول عليه شارع سليمان، مش عايزين يمحوا الاسم او ينسوه، عرفانا بجميل الراجل ده في انشاء اول جيش مصري.